موجز لأهم الأنباء من شوف تيفي، أهلا بكم. قرر عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة تأجيل جلسته الشهرية التي كانت مقررة اليوم الأربعاء لتقديم أجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسات العامة إلى الأسبوع المقبل لارتزامه بنشاط ملكي بمدينة وجدة، والتي من المرتقب أن يزورها الملك محمد السادس من أجل تدشين عدد من المشاريع حسب ما ذكره مصدر مطلع لشوف تيفي. ولفت المصدر ذاته إلى أن الزيارة الملكية للجهة الشرقية والتي أعلن من خلالها الملك عن المبادرة الملكية لتنمية الجهة الشرقية في الخطاب الملكي ليوم 18 ماي 2005 ستعرف تدشين العديد من المشاريع المدرة للدخل التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للمدينة ورفع كل أشكال التهميش والإقصاء عن الشرائح الاجتماعية المعوزة، وتشكل وجدة أول مدينة يزورها الملك محمد السادس بعد زيارته الرسمية التي قام بها إلى تونس. في خبر آخر، قررت الجمعية المغربية لموزعي الغاز توقيف توزيع قنينات الغاز لمدة يومين ابتداء من اليوم، وجاء هذا القرار على خلفية الانتظار الذي طال أمده من أجل مراجعة هامش الربح لمنتجي هذه المادة الحيوية. لنستمع لتصريح الذي أدلى به السيد محمد بن جلون رئيس الجمعية لقناة شوف تيفي. من بعد واحد الحوار طويل اللي ابتدى في 2012 مع الناس المسؤولين في الحكومة حتى الاخر ديال 2013 ما وصلنا لوالو، دخلات 5 شهور ولا 6 في 2014 قررنا باش نتوقفوا هاد الوقفه ديال يومين كإنذار. المطالب ديالنا هو مراجعه هامش الربح اللي عاد ما تيكفيش المصاريف ديالنا الحاليه، وبغادي نفسر ليك دابا وهادي راه يمكن الدري الصغير يفهمها. هو ما تراجعناش من 1998 16 سنة هذه، وغادي نعطيك الثمن ديال المازوت في 98 كان 4 دراهم و50 حتى 4 دراهم و80، اليوم راه 9 دراهم و25 كافي واضح. حر يقول اللي بغى، إلا بغى أنا ماشي للحكومة من هذا، إلا بغاو الأمور ديال المعقول وهذا يجيو يستدعيو الناس ديال الجمعية ويتحاوروا بالمعقول باش يلقاو الحل. كنستنجدوا لأن حنا دابا الآن يعني في قاعة الإنعاش وخصنا نتعشوا عاد نتحاوروا. في الخبر الدولي، استهدف اعتداء مسلح مساء أمس الثلاثاء مقر رئاسة الحكومة الليبية في العاصمة طرابلس ملحقا أضرارا مادية بالمبنى. واستنكرت الحكومة الليبية المؤقتة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء هذا الاعتداء مشيرة إلى أنه لم يسفر عن أي خسائر بشرية، وأكدت الحكومة على ضرورة المحافظة على الأملاك العامة وعدم الاعتداء عليها باعتبارها أملاكا للشعب الليبي، وليجرم القانون المساس بها مطالبا جميع الأطراف المتصارعة بالتهدئة وعدم الاحتكام للسلاح والجلوس إلى طاولة الحوار والامتناع عن القيام بأي عمل يلحق الضرر بالوطن. في الصفحة الفنية، وعلى خطى الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وجه الفنان العراقي كاظم الساهر الدعوة إلى الملحنين والكتاب المغاربة قصد الحصول على أغنية مغربية، وذلك على هامش فعالية النسخة 13 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. القيصر الذي كان يتحدث مع الإعلاميين أمس في ندوة صحفية قبل إحياء سهرته على منصة النهضة بالرباط أبدى رغبته الشديدة في أداء أغنية مغربية، وعبر كاظم الساهر عن سعادته بالمشاركة في مهرجان موازين الذي اعتبره من أكبر المواعيد الفنية في العالم. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.